يعني زي ما بيقولوا ايه، دارس السوق كله، عارف عارف كل حاجه فين. ساعتها بقى طب كان حسام حسن واحمد فليكس وكشري، كان هجوم النادي الاهلي كان حاجة وانا كنت لسه طبيعية. صغير. فقال لي احنا شايفينك كويس قوي واحنا متابعينك كويس قوي، بس انت دلوقتي فرصك هتبقى بالنسبه في الزحمه دي صعبه، انما انت من الناس اللي احنا شايفينها كويس. ودي كانت اول مكالمه ليا حد في التليفون، كلمك في التليفون ما حد. لقاء. كانت انا بكلمك بقى الكلام ده من 20 سنه يعني، اكتر، بس انت طبعا 20. بس انت طبعا يعني مكالمه النادي الاهلي تبقى مختلفه، يعني بتبقى انت بتحس بنفسك. المهم كلمني المكالمه دي، وانا يعني كملت برضو في السويس، ما يعني ما حصلش اي حاجه. جيت لما السنه خلصت في مره كده لقيت طبعا الله يرحمه الحاج احمد هلال كده كان رئيس